اهلا بيكم في حلقه جديده من اميره في المطبخ. النهارده عندنا صنف هو كله واحد، مش هنعمل حاجه جنبه. عندي صينيه بطاطس وكوسه ومعاهم لحمه، هنقدم معاهم طبق سلطه، تقدروا طبعا تقدموهم مع رز لو حبيتوا، وهنعمل في الاخر رز بلبن. احنا عملنا قبل كده الرايس بودينج اللي هو الاجنبي، لا احنا النهارده هنعمل المصري الطبيعي بتاعنا. اول حاجه هنبدا بيها الصينيه، فمحتاجين حلقات من البطاطس، حلقات من الطماطم، حلقات من البصل. عندي هنا سكالوب بتلو، حلقات من الكوسة، زعتر فريش، ثوم، شوية من القرفة، شوية ملح وشوية فلفل وشوية زيت، وعندنا عصير طماطم، وتقدروا تستخدموا صلصة لو حبيتوا. تعالوا بس ايه نقرب هنا كده الملح والفلفل والزيت. اوكي، محتاجين ان احنا نعمل تتبيلة، يعني انا افضل ان احنا نعمل تتبيلة في بولة. ممكن نفضي دول مثلا، ايه هفضيهم هنا، هعمل التتبيلة هنا عشان اقدر احط مع كل طبقة كمية من التتبيلة، فاضمن انها هتوصل لكل الطبقات. قرفة، ما تخافوش الزيت ده مش كتير، هي بتنزل قليل قوي يا جماعه، بيبان في التلفزيون، انا نفسي بتخض لما بتفرج، بس هم قليلين، هي بس بتنزل بالراحه. فلفل، الثوم ده مش هعمل فيه اي حاجه غير اني اقسمه نصين بالطول كده عشان اخد منه الطعم. عندي الفرن شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة يعني تقريبا 200، هتقعد برضو تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. دايما درجة الحرارة والمدة بيتوقفوا على نوع الفرن، كمية الحاجة اللي احنا حاطينها في الصينية، درجة حرارة الفرن قد ايه، يعني قوته قد ايه، مش كل الافران زي بعضها. اوكي كده، انا بشغل دايما هنا فوق وتحت عشان مدة البرنامج، لكن انتوا دايما ابدأوا بتحت بس وخلوا الشواية للاخر، واللي عنده الفرن ما بيشتغلش الشواية والفرن مع بعض ما فيش مشكلة، بعد ما تدفي الفرن خالص تشغلي عليه الشواية لمدة دقيقتين ثلاثة خمس دقايق بس ياخد اللون وخلاص. نرجع تاني هنا، حطينا ملح وفلفل، قرفة، زيت، ثوم، وحطينا زعتر فريش. عايزه بقى اقلب كل الحاجات دي مع بعضها، تختلط كويس، ونبتدي نعمل الطبقات في الطاجن او البايركس او الحاجه اللي هندخلها الفرن زي ما انتوا عايزين. فخلينا نعمل، هحط اول طبقه شويه من البصل كده هنا تحت، دايما البصل خلوا معايا طماطم عشان الطعم، المية بتاعتهم لما بتطلع مع بعض بتعمل طعم حلو جدا. بطاطس، اهم حاجة الشرايح تكون كلها سمك واحد عشان يستوي كله مع بعضه، بالذات البطاطس لانها بتاخد شوية وقت في السوى. بطاطس، كوسة، بعدين نحط ايه شوية من التتبيلة اللي احنا عملناها، اتاكد كده ان احنا ايه نوزعها. هسيب الطماطم للاخر فوق خالص اللي هي العصير يعني. هعمل دلوقتي طبقه من اللحمه، هتاخد طبعا من التتبيله اللي تحت. وهرجع احط عليها من التتبيله دي عشان ايه اتاكد ان طعمها يبقى حلو، واتوصى بقى باللحمه شويه. التتبيله دي اصلا تقدروا زي ما هي كده تتبلوا بيها اللحمه وعلى النار دقيقتين ودقيقتين وتاكلوها، تبقى حلوه جدا. نرجع تاني بقى نعمل الطبقات، بصل هنا، طماطم،
الكوسة. بقية التتبيلة تاني بقى كلها على الوش، وبرضو بتوزيع كده بحيث توصل لكل المكونات اللي احنا حاطينها. وبعدين نقوم جايبين اخر طبقة خالص، هعملها بس بصل وطماطم كده، طماطم. طبقة سهلة قوي مفيهوش اي حاجة، ومع شوية رز ابيض لو حابين، او زي ما احنا هنقدمه كده مع سلطة. بس تقدروا تعملوه من غير لحمة، يعني تعملوا نفس اللي احنا عملناه ده بس من غير اللحمة، وتقدروا تستبدلوا اللحمة بفراخ. ننزل بقى صلصة الطماطم، مش كتير قوي ومش قليل قوي، لانه طبعا كل المكونات دي هتنزل المية بتاعتها وهتبقى مظبوطة، يعني حتى المية هتزيد، اقصد الصوص هيزيد. نحط بقى شوية من الزعتر كده على الوش، وبعدين نعمل ايه، ندخل ده الفرن. اول ما ادخله هغطيه الاول شوية، وبعدين ياخد حرارته مظبوط ويبتدي يغلي هشيل من عليه الغطا. تعالوا بقى ندخل الفرن نغطيه الاول. بسم الله، نقفل كده. نسيبه بقى يستوي، ونبدأ على طول في طبق السلطة. مكونات السلطة: فاصوليا خضراء، طماطم تشاري متقطعة انصاص، وتقدروا تستخدموا الطماطم العادية طبعا وتقطعوها صغير، بصل احمر شرايح، فاصوليا خضراء مسلوقة، ثوم بالنسبة للدريسنج، ثوم مفروم، كمون، ملح وفلفل، و شوية زيت، وشوية عصير ليمون. في الطبق على طول بتاع التقديم هنبتدي في الدريسنج. نستخدم بقى شوية زيت زيتون عشان السلطة، فهنحط شوية زيت زيتون في الدريسنج ده. برضو لو حبيتوا تحطوا شوية سكر يبقى حلو، وشوية مستردة تمشي معاها برضو لو حبيتوا. توم، نعمل الدريسنج الاول. او عندي زيتون اسود يا جماعه، انا اسفه ما قلتلكوش عليه، عندنا شويه زيتون اسود. ملح، فلفل، كمون، عصير ليمون. نقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. حاجة نقلب بيها ونرجع دول. نقلب ده كويس قوي، وبرضو السلطة خلصت. ننزل بقى الفاصوليا الخضراء المسلوقة، طماطم ممكن تحطوها صحيحة، انا اسماها اتنين عشان عايزة اخد منها المية بتاعتها عشان تديني طعم جوه السلطة. بصل اخضر، لا بصل احمر شرايح، شوية زيتون بقى اسود على الوش. اوكي خلاص خلصنا، خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. خلاص احنا السلطه بتاعتنا جهزت، الطاجن عندنا بيستوي جوه الفرن. هنعمل دلوقتي بقى الرز بلبن. بصوا انا هقول لكم حاجه، احنا هنا عندنا نقول المقادير الاول وبعدين احكي لكم القصه. لبن، كريمه، قشطه لباني، قشطه بلدي، سكر،
رز طبعا رز مصري، و مستكة فانيليا نشا، قرفة بودرة وقرفة عيدان، فستق مجروش. دول للتقديم. هنا بقى ده هيتعمل على مرحلتين. المرحلة الأولانية إن الرز يتسلق بمية قليلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وتفضل المية فيه ويتسلق يعني يستوي. أنا شخصيا برضو ما بسويهوش للآخر، يعني بخليه بيقرش شوية. يعني بصوا ازاي، عايزة أوريكم شكله بس كده، والنشا بتاعته فيه وميته فيه والمية مش كتيرة، وازود واحدة واحدة لحد ما اوصل للسوى اللي انا حباه. يعني انا شخصيا ما بسويهوش قوي، في ناس بتهريه خالص يبقى مية حسب الرغبة. خلاص وصلنا للمرحلة دي. عملنا المرحلة دي ازاي برضو عشان ايه ما يبقاش خبينا عليكم حاجة. هنا هنحط الرز. التركة في الموضوع كله ان الرز يكون مش مغسول. في ناس هتقرف وتقول لا مش هينفع ما يبقاش مغسول. اوكي اشطفيه شطفة واحدة بس تنزل لو في تراب يعني كده، وبعدين نصفي. شكرا. خلاص لو في تراب نزل، يعني لو في، المفروض الانواع الجديدة بتبقى مغسولة وكده، لكن ان انا اغسله زي الرز العادي واخلي المية صافية وبيضة يبقى انا ما عملتش حاجه، لاني هكون نزلت كل النشا اللي في الرز، وده مش مطلوب في الوصفه دي. ف يعني هتقدروا تاخدوا خطوه ان انتوا تعملوه من غير ما يتغسل اوكي، مش هتقدروا يبقى شطفه خفيفه جدا. اتاكد بس ان الميه بقت بيضه. وبعدين على النار شويه من الرز. بصوا اول ما حطيت الميه نزل النشا بتاعه، هو ده المطلوب. على النار ونفضل نقلب بقى، كل ما يتشرب نرجع نزود حبة قدهم، أقل منهم كل مرة، أقل من اللي قبلها، لأنه اوريدي بيكون خلاص بدأ ياخد ميته مظبوط. أقل أقل لحد ما أوصل للمرحلة دي. نعمل إيه بقى ساعتها؟ نحط هنا لبن. مسخنين الحلة، مفيش حاجة ما تقلقوش. حط اللبن. انا بحط على كيلو يعني كيلو اللبن بقسمه اتنين، نص كريمه ونص لبن، يبقى اللتر اللي هو نص ونص، هاف اند هاف يعني لبن وكريمه. بحط عليه كوبايه الا ربع رز، وده مقدار كتير يعني كبير، يعني بيبقى الرز كتير جوه اللبن. عايزين اقل ممكن نعمل نص كوبايه لللتر. اوكي ننزل هنا الكريمه. طيب عايزه دي تغلي غلوه، ومش هسكت، مش هحط كريمه بس، هحط شويه قشطه. طيب في ناس بتحب تعمل الرز ده في الفرن يبقى مخبوز. بعد ما تخلصي خالص الخطوات كلها تحطيه في طاجن، بدل ما خلاص هتحطيه في الطبق وتدخليه للتلاجة هتحطيه في الطاجن. وبدل ما تحطي القشطه دي زي ما انا هحطها دلوقتي هنا، هتحطيها على وش الطاجن وتدخليه الفرن. مفيش مشكلة يعني، مش هيفرق كتير في الطريقة خالص. حطينا هنا ايه؟ حطينا لبن وكريمة وقشطة. هنحط عودين قرفة، دول للتقديم خليهم هنا. هنحط السكر حسب الرغبة. انا هحط كده الاول وبعدين هدوق وهشوف، ده حسب الرغبة انتوا بتحبوه مسكر قد ايه، يعني دي براحتكم. حطوا ودوقوا كده. هنا بصوا اهو شغال، مش هزود طول ما هو فيه مية كتير، ما زودش المية عشان ما افقدش النشا اللي فيه في مية كتير زيادة عن اللزوم. واحدة واحدة كده، واحدة واحدة لحد ما يوصل للمرحلة دي. عايزة اعمل ايه هنا؟ انا عايزة اقلب السكر يدوب عشان ادوق واعرف. خلوا بالكوا ان احنا هنا ما حطيناش سكر، فده ملوش طعم، فالسكر اللي هنا هيبقى للسائل اللي هو اللبن او والكريمه، وهيبقى كمان للرز، فلازم يبقى مسكر شويه عن الطبيعي عشان الرز لما يشرب شويه سكر يبقى في الاخر الطبق مظبوط. اوكي هدوق بقى هنا اشوف محتاجين سكر ولا لا.
لا مش محتاجين، ولما احط الرز هدوق دوقه كمان. هنا بصوا اهو شغال، لسه مش هحتاج ميه في المرحله دي. تعالوا بقى ننزل هنا الرز بميته بالنشا بتاعته، حطوا بقى زي ما انتوا عايزين. الرز ده ممكن يتشال في الفريزر مسلوق كده، وكل ما تعوزوا تعملوا رز بلبن تطلعوا يعني شيلوا في اكياس على قد استهلاككم، وتطلعوا على طول على المرحله دي بعد ما تفكوه يعني من التجميده بتاعته وتشتغلوا بيه على طول. اوكي هنا كده نسيبه بقى يغلي غلوه هنا ويتشرب السكر اللي في اللبن عشان اخد القرار اذا كنت عايزه ازود تاني ولا لا. وزي ما قلت لكم كميه الرز لللبن براحتكم، دي تخصكم انتوا، بس انا بحبه يبقى مليان رز، مش خساره في الشباب يحلوا بعد التعب ده كله. نعمل هنا كده ونشيل الحله دي خلاص. بصوا اهو اهو في المرحله دي بقى عايزه ازود، برضو عايزه اوريكم في المرحله دي عايزه ازود حبه قد ايه اهو بس، واسيبه تاني يرجع ايه يتشربهم، وهكذا وهكذا لحد ما يستوي. نرفع بقى ده ونشيل الميه دي خلاص احنا مش محتاجينها، وندوق دوقه كمان نشوف الدنيا هنا اخبارها ايه. هدوق بقى، هاخد معايا شويه رز عشان اعرف اذا كان سكره مظبوط ولا محتاجه ازود. محتاجين نزود شويه سكر، ندوق دوق كمان، مش حاجه تضايق خالص ان احنا ندوق الرز بلبن كل شويه. طيب النشا، انا شخصيا لما بعمله في البيت بكتفي بالنشا اللي جوه الرز، كفايه جدا بالنسبه لي، وما بيفضلش سايب كده لما بيخش التلاجة النشا بيجمد. لا في ناس بتحب الحاجات تتقطع يعني تبقى ماسكه نفسها، انا بقى هعمله النهارده وسط يعني، لا هسيبه كده ولا هخليه يتقطع قوي، يعني ايه في النص، وبرده ده حسب الذوق. هنا مع الفانيليا هنزل المستكه، ما تكتروش المستكه قوي عشان بتمرر، بظهر معلقه ده في الاخر خالص اخر حاجه عشان ما يدينيش مرار مع المستكه لما بتغلي بتمرر. بظهر المعلقه ايه نبتدي ايه اتاكد ان هي دابت وبقت بودره زيها زي الفانيليا عشان ما تاخدش وقت لما تنزل عقبال ما تسيح. نزلها هنا تقليبه كمان، هايل، دوقه كمان برضو معلش بعد المستيكه كده، يبقى عشان ده الطعم خلاص النهائي قبل مرحله النشا. بسم الله. حلو جدا نشا، ميه قلب كويس قوي ونتاكد ان هي اختلطت. ارجوكوا في المرحله دي تنزلوا النشا واحده واحده عشان ما تتفاجئوش ان هو تقل قوي. لو تقل قوي له حل، لو تقل قوي بنزود شويه لبن نفكه بيه مفيش مشكله، بس يعني من الافضل ان احنا من الاول ايه نخلي بالنا، ندي غلوه ونشوف اذا كنا محتاجين نزود نشا تاني ولا لا. مجهزين طبق التقديم، تعالوا كده نشوف نلقي نظره هنا. جميل، هنشيل الغطا بقى نديله وش كده، نشيل الغطا ونديله وش عقبال ما نغرف الرز بلبن، يكون الوش اتظبط.
خلي بالكم لان السخونيه رهيبه. فبشويش ندخله ونسيبه ياخد وش. الريحه فظيعه. سيبه ياخد وش وندي هنا تقليبه تاني. تقليبه تاني بس كده خلاص. حلو قوي كده. نعمل بقى نحط في الاطباق طبق كبير زي ما انتوا عايزين وتدخلوه التلاجة. تطلعوه بقى تحطوا عليه شوية من القشطة تاني البلدي، شوية كريم شانتيه، شوية فاكهة، ايس كريم، كراميل، زي ما انتوا عايزين. دي بقى طرق للتقديم براحتكم خالص. وزي ما قلت لكم ممكن في المرحلة دي تقوموا حاطينه في طاجن وعلى الوش شوية قشطة وتدخلوه ايه التلاجة وتقدموه. تلاجة الفرن. الفرن وتقدموه بس كده خلاص. الغلوة الأخيرة وبعدين نغرف. كده خلاص احنا وصلنا اهو للقوام. كل ما تغلوا بقى يا جماعه النشا مع الرز كل ما يديكوا سمك اكتر. بس خلاص انتوا عارفين ومتفقين احنا ان احنا مش عايزينه يكون سميك قوي، لكن دي حاجه بايديكوا. تعالوا بقى نحط هنا. بسم الله كده. كده انا معايا طاجن عايزه اوريكم بس فكره برضو ان انتوا تدخلوه الفرن عشان ما بقاش حرمتكم من حاجه. هوريكم هنعمله ازاي. ده هنا كده ننضف طبقنا كويس. طبعا ده هيخش التلاجة بس ايه انا هقدمه لكم دلوقتي، لكن طبعا لازم يخش التلاجة. شويه قرفه لو انتوا بتحبوها، لو ما بتحبوهاش مش ضروري. بالنسبه بقى للطاجن، الطاجن اهو بتاع الفرن، اي حاجه بتخش الفرن اي طبق، وتقدروا تعملوا في طواجن او رامكنز صغيره. نحط هنا الرز الكميه اللي احنا محتاجينها. بصوا تقل ازاي عشان سبناه اخد غلوه تانية. اهو كده نحط هنا. خلوا بالكم ما نطلعش عود القرفه معانا. هنا كده ريحته مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. مستكه جميله. اوكي نعمل ايه بقى احنا هنا دلوقتي في المرحلة دي؟ نقوم جايبين ايه، مطلعين الطاجن اللي عندنا الاول من الفرن نقدمه لكم. الله على الجمال اهو. والفرن شغال مش هطفيه. هحط القشطة على الوش. عايزين تحطوا مكسرات هنا اوكي، عايزين تحطوا قرفة اوكي، مش عايزين تحطوا، عايزين تسيبوه سادة براحتكم. نحط بس كده نوزع القشطة البلدي بتاعتنا على الوش. اللي ما عندوش قشطة بلدي ممكن يحط في المرحلة دي كريم شانتيه، بس طبعا مش نفس الطعم ولا النتيجة. ندخل ده الفرن وممكن يعني نديله كده على الوش شوية من الفستق وبرده شوية من القرفة. ندخله الفرن. سلام عليكم وهشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من أميرة في المطبخ. جربوا كل الوصفات واستنونا.